لقطتين، شوف اللقطه الاولى هنا كره عند الترجي، شمزين ذوادي يخسر كره، هنا كره عند فريق ريال دو باماكو، شوف خالد المولي وين البوزيسيون نتاعو، وكي الترجي يخسر كره شوف هنا الخدمه نتاع لي دو ميليو تيران اللي قدام الديفونس، شوف الراقد خالد المولي هنا في الكوفرتور يفك الكره ويرجع مع هنا، انورم الخدمه اللي عملها سور لو بلان كوليكتيف. شوف هنا نعاود نرقاو الراقد، معناها ملاعبي في الريكوبيراسيون وملاعبي في الكونستركسيون، ملاعبي في بناء الهجمه، وهنا الروح نتاع ليكيب، لي دو ميليو اللي قدام الديفونس سي لو سوندر دو جرافيتي نتاع ليكيب، وهذوكم اللي يخليو ليكيب تقف. شوف هنا حسين الراقد في بناء الهجمه كيفاش في خارج كره ابوي عدى الراجي يعاود يخدم معاه، وهنا الترجي الرياضي فسخ، شوف هنا كيفاش الترجي الرياضي فسخ لي ميليو تيران تاع الفريق المنافس، يوبليجي ديفونسور سونترال باش يخرج من بلاصتو لاتيرال سونترال الاخر باش يسكروا في اللاكس تاع التيران، وهنا باش ليبيري ليسباس لاكيشي سو لو كوتي. شوف هنا جويني من الاول لاكسيون يعمل ابير في ظهر المدافع، معناها يحاول باش ياخذ الكره في ظهر المدافع، كان فما حل للدراجي في الانترفال مع فول ولو انه متاخر شويه لازم يكون في الالينيومون، لكن الدراجي هنا باش يحاول يرقى فول ما يرقاش ديفونسير يونتيسيب، ويعاود هنا توش واحده يرقى لعكيشي. شوف الجويني هنا في طلب الكره والاسباس اللي فما قدامه بليزيور بوسيبيليتي لعكيشي باش يرقاه، يعني هنا المهاجم من اول لاكسيون هو في الهجمه من اللي بدات الكره تخدم وهو كونسونتري بلاصه روحه طاح في الورجو يعاود يخرج باش يدخل في الدوزيام اكسيون، وهنا اون توش دو بال باللي صار يسجل الهدف.